طيب يا جماعة الخير، طريقة الحصول على الجنسية التركية تقريبا في 3 شروط أو 4 شروط إحنا بنتكلم فيها سهلة الحصول على الجنسية التركية. أول شرط اللي هو الزواج من الأتراك. الزواج من الأتراك خلال 3 سنوات يتم حصولكم على الجنسية أو مع أول مولود. النقطة الثانية، وديعة في البنك، نترك وديعة في البنك بمبلغ 500,000 دولار، تمام، يتم حصولنا على الجنسية وبصورة سريعة. النقطة الثانية وبنتكلم فيها مع المستثمرين اللي هي شراء العقارات مقابل شراء عقارات بمبلغ 400,000 دولار، يتم حصولكم على الجنسية التركية. النقطة الرابعة وبنتكلم فيها برضو جيدة جدا إلى حد ما، فتح شركة وتعيين 50 تركي، أيضا يتم حصولك على الجنسية التركية. النقطة الخامسة والأخيرة، طيب النقطة الأخيرة في حصولك على الجنسية التركية أو أحقية التقديم بهذا الشرط إلى الجنسية التركية اللي هي بنتكلم فيها يا جماعة الخير، الإقامة العقارية. مجرد من شرائك العقار بقيمة التقييم العقاري فوق 75,000 دولار يتم حصولك على الجنسية التركية، بس إقامة العقار وبقاء العقار باسمكم لمدة 5 سنوات. بعد 5 سنوات من الإقامة العقارية وإصداركم للإقامة العقارية لكم أحقية التقديم على الجنسية التركية، بشرط أساس يكون العقار باسمكم ويتم تجديد الإقامة العقارية خلال 5 سنوات بإقامة عقارية أحقية التقديم على الجنسية التركية. وبهذه الشروط كلها تقريبا إن شاء الله بتحصل على الجنسية. طب نيجي نتكلم بتفاصيل أكثر. أسرع طريقتين وهي لحصولك على الجنسية التركية، الأولى الوديعة بمبلغ 500,000 دولار يتم حصولكم على الجنسية بصورة سريعة، تمام. النقطة الثانية شراء العقارات بمبلغ 400,000 دولار يتم حصولكم على الجنسية التركية، وهذه أسرع طريقتين، يعني ما بتاخذ وقت طويل جدا، يعني معدل شهور إن شاء الله بيتم حصولكم على الجنسية التركية. هذول أسرع طريقتين، الشروط الأساسية لحصولكم على الجنسية وأسرع الطرق على الحصول على الجنسية التركية. يعطيكم العافية.